دخول محطة تصفية المياه المستعملة لمعالمة حيز الاستغلال سيسمح بإنتاج 32 ألف متر مكعب من الماء، والذي سيوجه للري الفلاحي. مم ريفليشير بنتت مع التفكير مع شركة أونات في استغلال المياه المستعملة ستكون لها انعكاسات اقتصادية هامة كشغل وكذا المحافظة على البيئة. تأمين حاجية المواطنين من هذه الطاقة الحيوية من خلال الاعتماد على المصادر الغير تقليدية لجمع الماء هو ما أكد عليه الوزير. احنا وضعنا استراتيجية على آفاق 2030 ورانا بدينا نشتغلوا فيها، هي أولا حشد وتعبئة المياه الغير التقليديه اللي ما تاثرش بالتغيرات المناخيه كتحليه مياه البحر. كما نعرفوا العاصمه تزود حاليا بحوالي 25% من مياه تحليه البحر. لو كنطلعوا النسبه هذه حتى 80 يعني نكونوا في ارتياحيه ونقدروا نواجهوا التغيرات المناخيه والجفاف. اذا كان الخير وتمولنا كما لازم من المحطات ولا من السدود، هو باش هذا لو ستوك اللي نخرجوه من لي فوراج 71 فوراج قد ندعموا به بلايص اخرين ويكون عندنا كمخزون. وبالقبة افتتح مركز التكوين للتسيير ومهن المياه التابع لشركة سيال، صرح يتسع لاستقبال 200 متربص.